يعني في نهاية اللقاء ده لو حضرتك هتوجه رسالة لدكتور حسن مصطفى بعد هذا المشوار الطويل من النجاح، تحب تقول عنه إيه وتقول له إيه تنصحه بيه في هذا التوقيت؟ هي هو اللي ينصحني يعني هو عمل مشوار طويل قوي صحيح على مستوى العالم كله، فطبعا عنده خبرة كبيرة. هو المفروض ينصحني الأول، وأنا أنصحه إن هو يستمر في زي ما هو ماشي في مشواره، في نفس تصرفاته، في نفس قيادته للعبة في العالم كلها. لأنه يعني هو كمان في ميزة إن هو بيبذل مجهود كبير. يعني هو بيبذل مجهود كبير. طبعا هو محترف. يعني من الصبحية لغاية بالليل يقدر يشتغل هندبول على كل المستوى، على كل الألعاب، على كل الدول. فدي ميزة موجودة فيه وهو متعود عليها. ودي اللي هي بتقرب الناس إليه، وبتقرب القيادات بتاعة الهندبول في العالم في كل دولة بتقربه ليها. لأن هو بيحس إن هو معهم. فدي ميزة كبيرة صعب تلاقيها في أي حد يعني. فأنا كل ما أتمناني يستمر كرئيس اتحاد، بس في النهاية خالص هو اللي بيقرر. هو اللي بيقرر طبعا، هو اللي بيقولك أنا خلاص كده ستوب، أنا كفاية علي هذا الكلام، أو لا عندي المقدرة أن أكمل.